الله اكبر عليك يا كابتن مجدي. لا لا كل حاجه وحشه طبعا، لو بعز الشعب المصري الله اكبر عليك يا عبد الغني. زي ما قلت قول يا كابتن مجدي، عقلنا عزيز جدا ولازم نقف ايدينا في ايد بعض عشان يعني ربنا يحفظ مصر، ودايما كده في خير مصر وطن غالي عزيز كله علينا، هنشوف في خير وبفضل الله تعالى. لكن احنا جايين النهارده رساله ونقول لا للارهاب ورساله بقوه وطننا العزيز مصر بشهاده الله تعالى، اتمنى كل الخير كل الخير لمصر وشعبنا وشعب مصر.